هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام تتواصل الانطلاقات والتحديات في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق الجميل والرائع على أرضية هذا الميدان. ينطلق بحفظ الله ورعايته الشوط الثاني عشر في أشواط صباح هذا اليوم، آخر الأشواط المفتوحة على أرضية هذا الميدان. الشوط الثاني عشر خاص بالجعدان الحقائق. انطلقت الأمال مع المشاركين في تحقيق الفوز والناموس. نسير مباشرة إلى المراكز الأولى، نسير إلى المركز الأول، ننطلق مع المقدمة، وهذا من يقود المسار سراب ناصر بن حمد بن محمد بن عمران الكتبي، يتقدم بالمركز الأول، يلي في المركز الثاني رعد وصالح بن مبارك بالحطم العامرياتي في المركز الثاني. المركز الثالث وهذا هو العشوش، معضد بن عبد الله بن معضد المشغوني يتقدم على المركز الرابع. المركز الخامس وخامس المراكز مراكز مشبب محمد بن حمد بن مصلح الاحبابي يقدم مشبب. المركز السادس هذا هو عزام لعبد الله بن سعود بن راشد الشامسي. المركز السابع سابع المراكز، شوف اللي وصل في هذه اللحظات، سليل لحمد بالصغيرون بن حميد الدرعي. المركز التاسع الثامن ثامن المراكز في هذه اللحظات، المركز الثامن بنشوفه، هذا رقم 25 من الشوط الثامن وهو الفاتن، تعود ملكية الأراكان بن فري العرياني. المركز التاسع وصل فيه في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء هذا الشامخ لعوض بالصغير بن عنوده العامري. والمركز العاشر هذا اللي غير اللي هو مشغل لحمد بن عبد الله بن خزام العامري. هذه النتيجة للعشرة المراكز في هذا السيل، في هذا الكم، في هذا الوادي من الجعدان المنطلق في ميدان المرموم المندفع مع هذه الانطلاقات. عودي إلى قيادة الشوط، عندك يا الشاعر، عندك يا بن مصلح، يسيطر على مقدمة الشوط ويقود هذا المسار وهذا اللقاء. مشبب الشاعر محمد بن حمد بن مصلح الأحبابي يسيطر مع مشبب على المركز الأول، مع مشبب على المقدمة ياتي في المركز الثاني. شوف تبادل الأسماء السريعة، والقادم هذا هو مختار لسالم بالحزمي بن قناص العامري، انطلق على المركز الثاني ولا زال الهجوم من كل صوب، متعب لعبد الله بالبحري بن نوبي العامري يتقدم كذلك. رقم 9 شوف اللي وصل في هذه اللحظات، هذا سرمد لراشد بن محمد بن قران المنصوري، ووصول في هذه اللحظات من قبل الحصيني علي بن سعيد بن مصبح المنصوري. الله يا هذا الشوط، الله يا هذا التبادل، الله يا هذا المسار، الله روح يا شاعر. مسيطر بن مصلح على المركز الأول، على الانطلاق الأول، مشبب ولكن التنافس وارد، وهذا اللي وصل اللي هو متعب لعبيد بالبحري بن نوبي العامري ينطلق ويغير إلى مقدمة الشوط. مشبب في المركز الثاني، الكيل والأخير والمركز الثالث اللي هو الحصيني لعلي بن سعيد بن مصبح المنصوري، ولكن لا زال بالمركز الأول، لا زال متقدم متعب عبيد بالبحري بن نوبي العامري يسيطر على مقدمة الشوط. مشبب الشاعر محمد بن حمد بن مصلح الأحبابي على المركز الثاني، وصل في المركز الثالث. يلي وصل الهاجس سعيد بن حمد بن هادي بن عامر الأحبابي يتقدم على المركز الأول، وشوف اللي وصل اللي هو النشمي خميس بن عبد الرحمن بن زعل الشامسي، ولكن نروح مع المركز الأول.
أروح مع المقدمة مع الهاجس 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 سعيد بن حمد بن هادي الإحبابي الإحبابي راح راح بالناموس راح بالمركز الأول. الله 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 انفرد انفرد نهاية قوية انطلاقات رائعة للغاية. هذا هو يعلن الفوز يعلن الناموس الهاجس. شكرا شكرا سعيد بن حمد بن هادي الإحبابي يعلن الفوز في هذا الشوط في الأمتار الأخيرة. ولكن المركز الثاني المحاولة في الأمتار الأخيرة من المركز الثاني بناخذ المركز الثالث وبنعود للثنين. المركز الثالث اللي وصل فيه شاهين لعبد الله بن سالم بن حمد المالكي. والمركز الرابع المركز الرابع مشاهدي العزاء ناصي لفالح بن ياسر بن فالح الشامسي. والمركز الخامس رقم 9 اللي هو سرمد لراشد بن محمد بن قران المنصوري. هكذا بنعود في الأمتار الأخيرة. شفتوا التنافس وشفتوا الدخول في هذا المسار وفي هذا اللقاء في الأمتار الأخيرة. انتزع ناموس هذا الشوط انتزع ناموس هذا الشوط سليل اللي انتزع ناموس هذا الشوط في الأمتار الأخيرة. حمد بالصغيرون بن حميد الدرعي قدم توقيت زمني 5:58 ثلاثة أجزاء من الثانية. سلام لأهالي القوع وشكرا حمد بصغيرون بن حميد الدرعي على الفوز في الأمتار الأخيرة. بينما المركز الثاني 5:58 وجزين من الثانية اللي حل في المركز الثاني وكان ايضا بتنافس قوي وجميل هذا لسعيد بن حمد بن هادي الاحبابي. والمركز الثالث 5:58 وسبع اجزاء من الثانية اللي حل في المركز الثالث شاهين لعبد الله بن سالم بن حمد المالكي. هكذا كانت النتيجة. تهانينا والناموس. التواصل يستمر يا الحبر الكريم مشاهدينا الاعزاء في كل مكان. نجدد بكم التحية والترحيب انطلاقات هذا اليوم حيث انتهت أشواط